السلام عليكم. ان شاء الله النهارده معاكم اسلام مختار. ان شاء الله النهارده هنشرح الانترنال ستورج اللي بتبقى موجوده في الموبايل. من ضمن الاسباب اللي خلتني اشتري النوبيا زي 20 اللي انا عملت عليه ريفيو ان هو كان انترنال ستورج بتاعته يو اف اس، وكان الفايل سيستم اللي موجود عليه حاجه اسمها F2FS. ان شاء الله النهارده هنشرح الانترنال ستورج كهاردوير مش كسوفت وير. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هنشرح السوفت وير بتاعها. هنبتدي اول حاجه الذاكره الداخليه. الذاكره الداخليه دي عامل من العوامل اللي بيأثر على اداء الجهاز في المالتي تاسكينج، في البرفورمانس، في لانشينج اف، حاجات كتير جدا زي اللي موجود في اللابتوب او في البي سي. ان انت بيبقى عندك هارد اتش دي دي او اس دي دي، في فرق ما بين الاثنين في سرعه الجهاز. اشمعنى؟ رغم ان ده مش بروسيسور ولا رام زياده، ده مجرد هارد بيعمل ريد ورايت. النهارده ان شاء الله هنشرح كل حاجه موجوده في الانترنال ستورج في اليو اف اس والاي ام ان سي. خلينا في الاول نشرح حاجه، ايه الفرق او ايه المسمى بتاع اي ام ام سي، امبيدد مالتي ميديا كنترول. النوع ده بيبقى جاي من منظمه اسمها جيدك، هي اللي كانت بتطوره مع معاونين كتير زي سامسونج وتوشيبا ومايكرون. النوع ده مستخدم في معظم الموبايلات، ده النوع الاكثر شيوعا دلوقتي. النوع ده اتطور كذا مره عشان خاطر يكون موفر في الطاقه، استهلاك الطاقه، وعشان خاطر يعمل ريد ورايت اسرع. بس ان شاء الله النهارده هنشرح ايه الفرق ما بين اليو اف اس والاي ام ام سي 5.1. النهارده قبل ما نبتدي شرح عايز بس نكون عارفين شويه مصطلحات زي الاي او بي اس انبوت اند اوتبوت بير سكند. ده بيكون رقم الاوبريشن بير سكند، العمليات اللي بتتعمل في الثانيه الواحده. ده لازم نكون عارفينه عشان خاطر ده هنقول شويه ارقام عنه، عن اليو اف اس 2.1 اند اي ام ام سي 5.1. وبرده لازم نكون عارفين الباندويث. ده باختصار الباندويث عشان نشرحه لكم بالمره. لو انت عندك شارع حارتين، غير لما يكون عندك شارع اربع حواري، ترافيك هيكون اقل وهيكون اسرع في نقل البيانات. تاني حاجه سكوزي اركتكتشر وكوماند كيو. سكوزي اركتكتشر دي بتكون فيتشرز موجوده في البورت بتاع المذر بورد، ان هو بينقل لك البيانات اسرع. ده بيكون موجود في الماكنتوش، بس الفيتشرز دي اتطورت وبقت موجوده في اليو اف اس. الكوماند كيو دي هتكون مفيده في ان انت بتعرف تعمل مالتي تاسكينج. على فكرة الموضوع ان انت تعمل مالتي تاسكينج مش متوقف على السي بي يو والرام وبس، الانترنال ستورج ليها عامل كبير كمان. ان هي بتاخد البيانات وبتعملها وتعرف تعمل كام اوبريشن في الثانية الواحدة. المقارنة ان شاء الله النهاردة هتكون ما بين اتنين، يو اف اس 2.1 والاي ام ام سي 5.1. دول اقرب حاجة في السنة ريليز ديت بتاعهم. خلينا نبدأ اول حاجة بالسيكوينشال ريت سبيد. السيكوينشال ريد سبيد في الاي ام هتكون 250 ميجا بير سكند، الثانيه في اليو اف اس هتكون 850 ميجا بير سكند. ده ان انت بتعمل ريد. شايف الفرق قد ايه في السرعه؟ لما نيجي نتكلم عن الرايت هيكون في الاي ام ام سي 125، في اليو اف اس 2.1 هتكون 150. فرق مش جامد بس خد بقى الجامد جدا بقى، الراندوم رايت اللي احنا هنقيس السرعه بتاعتها بالاي او بي اس. الراندوم رايت في ال 5.1 هتكون 13000، في اليو اف اس 2.1 هتكون 32000. ده الراندوم رايت. الراندوم ريد هيكون 11000 في ال 5.1، في اليو اف اس 2.1 هتكون 45000. ده غير ان اليو اف اس بتكون فول دوبلكس، بمعنى ان هي بتعمل ريد ورايت في نفس الوقت، لكن الاي ام ام سي بتكون هاف دوبلكس، ريد اور رايت، ما بينفعش تعمل الاثنين. دي هتفرق معاك انت فيها او ايه البينيفيتس في ان انت هتاخد ريد ورايت؟ البينيفيتس في دي ان انت هتعمل مالتي تاسكينج جامد جدا وسريع وتشغل كذا حاجه. ممكن لو انت كمان بتصور 4K وان انت مشغل ميوزك في الباك جراوند مع ابلكيشن تاني، ان انت يبقى عندك كذا ابلكيشن شغال في الباك جراوند من غير ما يقفل. طبعا ده بيكون ديبند على الرامات، بس برضو الانترنال ستورج ليها عامل في الموضوع ده. الفرق ما بين
السيكوينشال رايت والراندوم رايت. السيكوينشال ده انت حاجه خلاص انت اوريدي فتحتها وبتعمل في الفيد في النيوز فيد وخلاص، انت خلاص دي اتفتحت فخلاص بقت موجوده. لكن الراندوم رايت او الراندوم ريد انت بتفتح حاجه الجهاز لسه ما فتحهاش قبل كده، زي مثلا انت اوبن انستجرام اوبن فيسبوك هو لسه اول مره بيفتحها، فدي السرعه بتاعت في العمليات اللي ممكن يعملها اليو اف اس. ده غير ان انت، خلينا نشرح بقى كل المميزات، ان انت بتاخد فاست بوت فاست فايل كوبي، بتاخد فاست ريسبوند لما تيجي تدي اوردر لاي حاجه بتتعمل مظبوطه، مالتي تاسكينج اسرع، طبعا هيكون احسن في التصوير لو انت بتصور 4K، لو انت طبعا في موبايلات دلوقتي بتكون سبورت ال 8K، فما ينفعش ان انت بتكون بتصور 8K على 5.1 او على انترنال ستورج الريد ورايت بتاعها قليل جدا. باي باي.